أنا إبراهيم صلاح، ولدت في قرية فرعتا سنة 1953. عايش في فرعتا، بشتغل في الزراعة، بشتغل في الزيتون. في عندي قطعة أرض كلها مزروعة شجر زيتون. إحنا كنا نروح لها في كل الأوقات، نحرثها، نلقطها زيتونها، نلقط إحنا أولادنا ونسواننا وكلنا، ما فيش أي خطر علينا ولا في أي إشي. في 2002 أجوا المستوطنين اللي من حفاد قلعاد، ومن اليوم 2002 لحد هسه بنتعرض، قاعدين في الحراثة بنتعرض لبهدلات ولمشاكل معهم، وفي قطف الزيتون بسرقونا الزيتون، بقطعونا الزيتون، بحرقونا الزيتون، انه ضربوا ابني وضربوني وضربوا زوجتي، ضربوا، ما خلوا حدا الا ضربوه هناك. في 2017 جيت الصبح على الشجر، تنسيق مع الارتباط الفلسطيني والارتباط الاسرائيلي، جيت لقيت الشجر كله مسروق، ما عليه ولا حبه. لقيتهم مكسرين الشجر في عصي، في عصي حديد وفي عصي خشب. يعني قلبي وقف لما شفت الشجر مكسر، ما قدرت اتحمل انه الشجر يتكسر. مع العلم ابوي زرعهن في 1952، يعني اكبر مني بسنه الشجر. جبنا الارتباط والشرطه الاسرائيليه وشافوا وصوروا، ورحنا اشتكينا وما عملوا لنا ولا شيء لحد هسه، ولا ردوا لنا جواب اصلا، سجلوها بدون يعني ضد مجهول، وما في اي رد على كل المشاكل اللي هذا من اول الليل. هذا اكثر من 20 شكوى صرت، وللأسف ما في ولا أي شكوى عليها رد ولا عليها أي شيء لحد الآن. بروح بشتكي للشرطة، بتقول لي الشرطة مين اللي خلعوا، بدك تصور لي إياهم وتعرف لي إياهم بالاسم. الشجر اللي عند المستوطنين هناك كله 66 سنة عمره، أكثر من 30 كيلو زيت بيعمل كل سنة. يعني من شجري أنا في 2002 قطفت منهن 50 شوال، اللي هن في ضرب 50 كيلو 2500 كيلو. لكن للأسف اليوم بقدرش أروح ولا حبة منهن، لأنه بكسروا الشجر في العصي، بسرقوا الحياة الثمر، ما بيخلونا ثمر عليه ولا بيخلونا أي شيء. يعني ما بروح ولا شيء، بروح على الزيتون ما بروح ولا شيء.